اكو با البنات، اهلا وسهلا. كما قلت لكم كانت سنة الصديقه ديالي، هانتوما شوفوا اش جابت ليا. ستكيانو مارتينا اون مي اموري تانتو تانتو تانتو. E questo un regalo di Natale. E di suo apriamo, cosa c'hai qua? Ecco, io taglia. Grazie, super. Oh mio Dio. Oh, yeah. Proprio tesoro. Mamma mia. Grazie tesoro, bellissimi. Shufo البنات باش نسخر جيلاتي. Siamo qua. Wow. Mamma mia. Shufo البنات. E tocca piangi. Tocca piangi, vero? Perché non so cosa dico. Niente, stai calda quando dormi. Quando stai calda. Quando stai calda. Quando dormi stai calda. Ehi, non si piange. È Natale, facciamo quest'anno che se ne vada. Grazie tanto tesoro. Ecco. Grazie. Allora, questo è perché tanto. Quando stai calda. E là perché sei una cuoca ormai bravissima e quello è l'altro regalo. Cosa dico? Dico tutto perché più piccolo di questa signora, perché cosa dico? Vero, perché una vita per me, perché lei è sempre vicino di me, mai lasciare me da sola, sempre quanto bisogna trova. Come, cosa dico? Dico una mamma grande, non so cosa dico. Davvero grazie del cuore. Porta, fate volentieri. Vediamo, scusa a tutti ragazzi perché mi piangeva. Oh mamma mia! E metti tutte le tue spezie. Metti le tue spezie. Oh, ai. Mamma mia, guarda. Super Guinness. Wow. Mamma mia. Shufo, wow. Anche cuoricini. نتمنى يكون كيبان لكم البنات بصح والله العظيم شي حاجه ما نوصفهاش لكم. غراتسي تانتو مارتينا. غراتسي بروبيو كوزا ديكم. كومي ديكو تانتي دي ديتشي ما تروبيو بيكولو دي ديكو perché ti una cosa grande 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 per me. غراتسي تانتو دي tutto quello che hai fatto per me. Prima regalo andati. Prima regalo. Grazie tesoro, grazie tanto. Di voi anche da bacino non riesci. ce lo siamo lanciati. E adesso l'altra cosa e io mostro. Guarda, portate anche a questo. Ma questo bisogna metti. Speriamo di vedi ragazzi. Ma bellissimi, guarda, ho portato una borsa di tutto. Un'altra che ti piace. Guarda. هادشي البنات خصني تنقد لكم ليه فيديو تشوفوه. جابت ليا شي ثلاثه ديال المونطويات. كوجا ديكو نو شو كوجا ديكو فيرو بيساتا كوجا ديكو. غراتسي تانتي تيزورو. تشاو راغاتسي. صافي البنات هادو جمعتهم نوريكم. هادي حتى هي البنات حيت قبيله وريتها لكم بالزربه في الاول. نوريكم الاخر ديالها ولا هي ولا خصني نحلهم البنات. تعجبوني بزاف. كنت كنشريهم لبنتي توسخاني شفتو. ومن هنايا يعني واخا تمشي بهم هكذا في الارض عندهم هاد ديال الدراري الصغار. المهم مزيونين عجبوني. وهادي قبيله وريتها لكم يعني بزربه نتوما كتشوفوا يعني عندها شفتو لداخل بالسلسله يعني هنايا. المهم مزيونه عجبتني شكرا ليها بزاف. المهم شوفوا البنات المهم الواحد يتفكرك ويكون دايرك في باله ولو غيب كما قلت لكم راه شوف ولا بودا يشري لك شي حاجه او ولو غيب كلمه طيبه. المهم الواحد كتعرفي راسك بان راه كاينه بلاصتك. هذاك هو الهدف من هذا الشيء كامل.
يعني كما قلت لكم نعمة الصديقة والله العظيم البنات زعما الحمد لله والشكر لله ما كنحسش واخا في الغربة واخا بحال هكا، ولكن بصح البنات ما كنحسش راسي راني بوحدي ملي كنحتاج او كتكون عندي شي حاجة كما كنقولوا الطارقة راه تعيط لها واخا تعيط لها يعني كما كنقولوا بالليل وبالنهار كتلقيها دائما كاينه. نعمة الصديقة يا ربي، وكما كنقول لكم الحمد لله والشكر لله، واللي عنده شي صديقة يتهلا فيها كما قلت لكم، لان شوفوا البنات الصديقة تاع الله كاين بزاف، ولكن راه كاين اللي تعاشر معاه تبقى معاه دائما وكاين اللي ما. حتى انا عندي بزاف الاصدقاء ولكن بحال هذه ما نكذبش عليكم، شفتوا حتى هو زوين من الداخل. المهم كنقول لها شكرا بزاف، شكرا شكرا والله البنات كما قلت لكم يعني كلمه الشكر انا كما كنقول لكم شوفوا البنات انا واخا غير شي حاجه بسيطه ثقوا بيا البنات كتبقى دائما عندي في الذاكره، وانا واحد البكاية راه شغل نقول لكم البنات الا فرحت كنبكي والا تقلقت كنبكي دموعي قراب ما عرفتش علاش. المهم هذا هما البنات، انا وريت لكم كل شيء كنتمنى يكونوا باينين لكم، وريتكم هذا الخير كامل وشكرا ليها حبيباتي. وش نقول لكم يا ربي يا ربي تخلينا حتى حنايا نعوضوا ولو شي حاجه بسيطه من هذا الشيء اللي، لانه ولو بدك يقول لك ماشي خصك غير تشد دابا خصني حتى انا نمشي نقلب ليها على شي حاجه نشريها ليها، لان ما يمكنش غير كما كنقول لك يقول لك هاك وارى. المهم كما قلت لكم شكرا ليها بزاف. المهم البنات كل شيء راه وريته لكم وكل شيء واضح وباين. يلا ها البنات دابا غنحاول نوريكم ونشرح لكم بالعربيه، سمحوا لي لان ولا بد خصك تهضري ب يعني بالطالينيه باش تشرحي للصديقه ديالك. بصراحه الله البنات والله العظيم الا فرحانه بزاف 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 اللي كما قلت لكم نعمه الصديقه ونعمه الاخت. واش غنقول لكم هانتوما البنات جات لي هذا حتى هو زويون عجبني، ولكن كنظن غنعطيه لبنتي. انا راه رونت كل شيء شفتو في الاول، ولكن دابا غادي نوريكم حاجه بحاجه نتمنى يكون كيبان لكم البنات. وهذا البنات واعر حتى هو عجبني بزاف. بصراحه الله البنات ديال هذا البرد ديال هذا الوقت زعما كما قلت لكم البنات بصراحه الله اش غنقول لكم والله العظيم البنات كان ليا الشرف اللي عرفت بحال هاد السيده هذه، لان كما قلت لكم ما عمرها تخلات عليا مع اي حاجه كنت مريضه وقعت لي شي حاجه دائما كنلقاها في الجنب ديالي دائما. البنات شوفوا ماديا ومعنويا راه ماشي غير هكاك حاضره يعني كما كنقولوا صوت وصوره. والله يا البنات كما قلت لكم زعما الحمد لله والشكر لله ربي كبير. البنات ثقوا بيا ربي دائما كيعوض بالخير، كتفقد حوايج ولكن ثقوا بيا كتكسب وحدين اخرين. المهم البنات كنتمنى يكون كيبان لكم بصراحه الله البنات عجبني بزاف حتى هذا سخون ورطب وزويون. هي سبحان الله ملي كتمشي تشري ما كتشريش غير حاجه وحده، راه كيما كدير لبنتها كما كتشري لبنتها كتشري لي معاها دائما البنات. من النهار اللي تعرفت على هاد السيده وهي هكذا يعني تشري للدار ديالها تجي اي حاجه. غنوريكم البنات واحد اخر راه وريت لكم من قبل ولكن ما بينتش لكم مزيان. هذا خفيف البنات ديال الدان نتمنى يكون كيبان لكم. بصراحه الله راه باقي ما شريت البنات انا حتى شي حاجه بتاتا، ولكن كما قلت لكم ربي كبير. ها نتوما شوفوا حتى هذا زوين البنات نتمنى يكون كيبان لكم. كنبين لكم غا الصوت ديالي اللي كتسمعوه شفتوا عنده هنايا هاد اللعيبات هكذا يعني بالحزام. انا البنات الحزامات ما عنديش معاهم حتى هو عجبني البنات زويه والخفيف، ولكن ماشي ديال هاد الوقت هذا بحال دابا هكا غير مني بدا الحال كيسخن. المهم كما قلت لكم ما عجبني كل شيء داكشي اللي جابت كله عجبني، واكثريه هادو البنات حمقوني ديال الكوزينه بصح البنات. وشو سبحان الله كنت باغيه نشريهم ولكن ها هي شراتهم هي شكرا ليها بزاف. كنتمنى يكون كيبان لكم البنات ومع فيهم هاد التويشيه بحال هكا وفيهم قليب عجبوني بزاف.
بزاف بزاف، وكنقول لها شكرا لك دائما والله. وهادو هو البنات راكم شفتو يعني فيهم اربعه حلاتهم مسكينه هي، واحد جوج لا غير ثلاثه اللي فيهم يعني. المهم كما قلت لكم البنات والله العظيم الا شكرا ليها بزاف، شكرا ليها. واي وقت كيفرح شي واحد كنقول ليه شكرا شكرا بزاف، ولو غير بالكلمه الطيبه البنات والله، ولو غير بالكلمه الطيبه. المهم هذا هو الفيديو اليوم البنات، وكما قلت لكم شاركتو معكم. المهم كنتمنى البنات يعجبكم، واللي عنده شي صديقه يحتفظ عليها فعلا البنات. راه كما كنقولوا دائما الاخوه كتفرض علينا الزواج، يعني يمكن لك تنهيه ولا تزيد فيه. الاخوه يعني كما كنقولوا مفروض عليك يعني كتزيد انت، ولكن الصداقه ما كتفرضش علينا، كيعطيها لك داك الحب كيعطي لك الله من عنده. يعني شنو نقول لكم، كما قلت لكم اللي عنده شي صديقه يحتفظ عليها ويعرف راه والله العظيم اللي شي حاجه اللي كما كنقولوا كبيره بزاف. ولهنا البنات كنقول لكم شكرا حبيباتي بزاف، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء الزينه ديالي الى فيديو جديد واحد اخر. كنتمنى يكون بان لكم بعدا شي حاجه، ولا راه ما بينت لكم والو، الله اعلم.